هذا الفريق اللي بعد رؤساء الجماعات ومدينه. وواحد المساله اللي عملت عليها الحكومه الحاليه هو انه خصها تكون وفيه للالتزامات ديالها مهما كانت الظرفيه، ما خصناش نلتجئوا لنفس الاساليب اللي كرهوها المغاربه ديال انه راه كاينه ظرفيه اقتصاديه وكاينه صعوبه. اذا برنامج اوراش اللي غادي يمكن من تشغيل 250 الف مواطن ومواطن في اشغال مؤقته واشغال متوسطه المدى. على المستوى الاقليم فنا فخورين بان تارودانت هي من بين العشره الاوائل اللي غيبدا فيها، وغادي يبدا مع المجلس الاقليمي لتارودانت. والجمعيات اليوم مطالبه باش انها تمشي تعمل من اجل اعداد برامج ديال الاشتغال. نعطي مثال، عندي مثلا مروض ولا عندي مثلا مشروع ديال تاهيل واحد الفضاء معين اللي هو يقدر يكون مقر جمعيه، يقدر يكون مقر ديال المحو الاميه، غادي نشوف شحال من واحد خاصني، خمسه الشباب سته الشباب كانوا جد الملف ديالي باش نمشي نديه للمجلس الاقليمي ونتواصل مع اللجنه الاقليميه باش تقبل لي المشروع ديالي. واكيد ان اقليم تارودانت بفضل الكفاءات اللي كاينه في المجلس الاقليمي وبفضل اللجنه الاقليميه اللي منخرطه فيها السلطه الاقليميه السيد العام المشكورا والفريق ديالو، غادي نكون من بين انجح الاقاليم على المستوى الوطني. تحيه عاليه وكلمه للاخ المستقبل الاقليمي احمد زايد.